وما زلنا في شابتر النيورولوجي، وتالت موضوع في بارت 2 بعد الباركنسونيزم والاسكيميك ستروك. هنتكلم دلوقتي على الهيدك. هل كل انواع الهيدك زي بعض؟ بمعنى لو حد حس في اي وقت بتعب في راسه، هل كده ليه نفس هيبقى ليه نفس العلاج ونفس البريكوشن ونفس المانجمنت، ولا في انواع من انواع الهيدكس؟ الهيدك ليه انواع كثيره جدا، عندنا في المنهج ذاكر خمسة وهنعالج منهم ثلاثة. الكلاسيك مايجرين، المايجرين وزاوت أورا، وانالجيسيك ريباوند هيدك، والكلاستر والتنشن. ايه الفرق بين المايجرين والكلاستر والتنشن؟ المايجرين ده يوني لاترال لوكيشن، يعني الهيدك موجود في نص الراس بس، مش في الراس كلها. بيحصل بالسيتنج كواليتي، بيبقى طبعا very intensive، وبيحصل له aggravation by walking stairs or similar routine physical activity. أي حاجة ممكن تبقى حاجة عادية لأي حد ممكن تبقى تسبب aggravation للمايجرين. بيبقى في العادي بيبقى مصاحب لنوزيا and vomiting، فوتوفوبيا، فينوفوبيا، أو على الأقل واحدة من الحاجات ديت. فالمايجرين أصلاً إيه سببه؟ هو بيحصل dilation of the blood vessel in the brain، هو اللي بيسبب الألم ده. هو بيبقى ليه stages، البودروم والأورا والريزوليوشن والهيديك. الأورا بتبقى ممكن تستمر مثلا نص ساعة، هو بيبقى المريض بيشعر ببعض يعني هو بيبدأ مع الخبرة بيعرف ان دي الأورا اللي هيتصاحبها بعد كده المايجرين نفسه. بيحصله تينجلينج ونمبنس وانابيليتي تو سبيك، ممكن نتيجة ان هو بيحس ان هو شم حاجة غريبة، شاف حاجة غريبة، وتبقى ديت تاني خطوة أو تاني ستيج عشان يحصل الهيدك بعد البودروم، اللي هو بيحس إن هو فيه فاتيج والأبتيت بتاعته للأكل بتتغير، ممكن تزيد قوي وممكن تقل قوي. بعد كده بيحصل الريزوليوشن تالت خطوة، وآخر خطوة هي الهيدك نفسه أو الشعور بالتعب نفسه بتاع الهيدك. وفي الانالجيسيك ريباوند هيديك، طبعا ممكن يكون ناس كتيره حست بالموضوع دوت، لما حد يبقى مستمر لفتره على انالجيسيك بعد كده ستوبت رابيدلي كويكلي، بعد فتره ان هو متعود عليه بيبدا يحس بالهيديك دوت. الكلاستر هيديك، الكلاستر هو بيبقى موجود في المين اكتر من الفيميل، وممكن يستمر لحوالي ساعة التعب بتاعه، ممكن كمان لأيام لسبع أيام. هو بيبقى mainly بيبقى redness في الأيز، بيبقى فيه lacrimation، sensitivity to light، برضو ممكن يحصل في النوز زي irritation. فالكلاستر بيبقى مركز أكتر على السنسوري إفكت في العين وفي النوز، واللي يفرقه عن المايجرين إن هو زي المايجرين في إن هو يوني لاترال. أما التنشن المختلف عنهم إن هو مش يوني لاترال، هو باي لاترال، هو بيبقى زي إحساس ببريشر أو سبازم في المنطقة بتاعة الراس كلها، حتى مسمينه الهلمت إفكت، زي يكون حد لابس الهلمت بتاعة السيفتي على راسه، المنطقة دي كلها ممكن توصل للأبر آرم، بيبقى فيه سبازم في الأكتاف من فوق. فالهيد التنشن بيبقى باي لاترال مختلف عن المايجرين، وما ما بيحصل لهوش اجريفيشن مع الفيزيكال اكتيفيتي.
أول حاجة نبدأ بيها المايجرين. المايجرين طبعا هو بيبقى متعب جدا، وبيبقى ممكن يأثر على حياة الشخص بشكل كبير. علشان كده بقى في خطوات إن نعمل بروفيلاكسز قبل ما يبدأ الإنسان دوت يجيله الأتاك. مين هم الناس اللي هنعمل لهم بروفيلاكسز للمايجرين؟ لما يكون طبعاً المايجرين دوت بيحصل كتير recurrent will interfere with their daily routine. ولما بيحصل له acute attack بيبقى العلاج بتاعه صعب أو inefficient أو بيبقى مكلف بالنسبة له أو بيبقى ليه adverse effect هو مش قادر يتحملها. زي ايه البروفيلاكسيس للمايجرين؟ هو يعني في انواع كتيرة جدا من البروفيلاكسيس، اشهرها او الحاجات اللي بتيجي كتير كأسئلة وكده. اول حاجة مثلا اشهر حاجة البروبرانولول، الفالبرويك اسيد، التوبيراميد، التايمولول، حتى البوتولينيوم توكسين A، نوع من انواع البوتولينيوم توكسين، مش كل البوتولينيوم توكسين، وحاجة زي الفروفاتريبتان، نوع من أنواع التريبتانز، بس دوت بيستعمل مينلي للمنسز مايجرين، لما يكون المايجرين دوت سببه هو المنسز. فعشان كده ده بيبقى يعتبر short term prophylaxis. هنا دي أدوية كتيرة اللي مذكورة في الكتاب للبروفيلاكسيس. زي ما أنا قلت لكم الجزء الأولاني هو المهم وهو اللي بيجي كتير، لأن هو دوت الاستابليشد افيكاسي بتاعته. طيب خلاص واحد جاله الأتاك، هنعمل معاه إيه؟ في بعض الأدوية هي اللي بتستعمل للأكيوت أتاك غير اللي احنا قلناها للبروفيلاكس. زي ايه؟ أول مجموعة اسمها مجموعة التريبتانز. التريبتانز ديت زي السوماتريبتان والزولميتريبتان، هما دول ميزتهم ان هما ليهم نون اورال ادمنستريشن روت اوف ادمنستريشن. ليه نون اورال؟ لان احنا بنقول ان الميجرين يعني معظم الحالات بتاعته بتبقى اسوشيتد بنوزيا او فوميتنج، فانا لما هديله اورال يبقى انا كده بضيع الجرعه بتاعتي. فبدا يبقى الاولويه الفيرست تشويس بتاعنا للنون اورال روت اوف ادمنستريشن زي السوماتريبتان اللي ليه سبكوتينيوس وانترانيزال وترانس ديرمال فورم، والزولميتريبتان اللي ليه انترانيزال فورم. طيب هل هستعمله لكل الناس؟ لا، التريبتانز ما تستعملش للناس الكارديو، زي مثلا حد عنده كورونري ارتري ديزيز، حد او حتى ات ريسك، يعني مش عنده ده ات ريسك، حد عنده ستروك، حد uncontrolled hypertension أو عنده peripheral vascular disease أو ischemic bowel disease أو pregnant، ما ينفعش نستعمل معاها تريبتان. كمان في ليه drug-drug interactions، يعني مثلا لو حد بيستعمل MAO inhibitors اللي احنا قلنا بيمكن يستعمل في الدبريشن مثلا أو في الباركنسونيزم، ما ينفعش يستعمل خلال أسبوعين من الماو إنهيبيتورز لحد ما يخلص خالص تأثير الماو إنهيبيتورز. البروبرانولول بيزود السيرم كونسنتريشن من الريزاتريبتان، مش كل التريبتان، عشان كده جرعته ما تزيدش عن 15 ميلي جرام في اليوم. برضو التريبتان والإرجوتامين، هنتكلم عن الإرجوتامين دلوقتي،
ما ينفعش يستعمل التريبتان وواحد يكون لسه واخد ارجوتامين، ما يكونش مثلا مشي معاه كويس ومعالجهوش فيبدأ ياخد تريبتان خلال ال 24 hours اللي بعد الارجوتامين administration. ادي الارجوت، اشهر حاجه فيه الداي هيدرو ارجوتامين، برضو لان هو ليه نون اورال administration route ليه subcutaneous وانتروفينس وانترونيزل. الكونترا انديكيشن نفس تقريبا بالظبط بتاعه التريبتانز، لو برضو واحد عنده او at risk of coronary artery disease، لو كان uncontrolled hypertension، لو عنده peripheral vascular disease، لو واحدة pregnant، الحاجات دي كلها ما ينفعش استعمل معاها ولا الارجوت ولا التريبتانز. ايه كمان ممكن استعملهم في الاكيوت اتاك؟ الانسيتس هو effective بس لو كان mild to moderate headache pain. أوبيويدز زي البتروفانول، بتروفانول ده برضو ليه نون أورال أدمنستريشن روت إنترانيزل، فبرضو بيبقى هو ليه الأولوية في الاستعمال. أنتي إيميتكس وبرضو بيبقى ليهم نون أورال أدمنستريشن زي الميتوكلوبراميد والكلوروبرومازين. في حالة تعتبر حالة متطورة من الميجرين اسمها status migraineous، دي عبارة عن attack من الميجرين ممكن تستمر 72 ساعة، يعني تقريبا 3 أيام، يعني maximum free interval ليها 4 hours وما بنحسبش فترات النوم، يعني exclude فترة النوم، ويفضل 3 days عنده migraine with يعني few hours ان هو بس relief في الفترة ديت. وطبعا ده لازم يتعامل معاه بسرعة وبدوزز intravenous يعني في العادة زي dihydro ergotamine اللي بيستعمل في acute attack بس هنستعمله هنا intravenous، او sodium valproate اللي هو بيستعمل في prophylaxis هنستعمله هنا intravenous برضو loading، أو الكورتيكوستيرويدز، والكورتيكوستيرويد ممكن نستعمله oral أو intravenous. تاني نوع من أنواع الهيتك الكلاستر، وقلنا إن الكلاستر بيبقى تأثيره mainly على الأيز والنوز، لا في lacrimation، redness، pain أو spasm فيهم. البروفيلاكسيز ليه بيبقى يعني فيرابامين، ميلاتونين، بيتاميثادون، ليثيوم. هو المشهور فيه أو الليثيوم بحاجة كاركترستيك فيه وبتيجي كتير في الأسئلة، الليثيوم والفيرابامين والميلاتونين وسب أوكسيبيتال إنجكشن أوف بيتاميثادون. دوت بروفيلاكسيس. طب التريتمنت، التريتمنتس برضو أول حاجة في التريبتان زي الميجرين، سوماتريبتان والزولمتريبتان. هنا بيقول إن الأورال زولمتريبتان show efficacy in one trial. الأكسجين وهي من هنا مشهور فيه جامد جدا الأكسجين في علاج الكلاستر، من أهم ما يميز الـ treatment of cluster الأكسجين. الإنترونيزل ليدوكاين والأكتريوتايد and 10% كوكاين. فأهم حاجة برضو هنا هيبقى الأكسجين. تالت حاجة أو تالت نوع من أنواع الهيدك التنشن. التنشن برضو ليه بروفيلاكسيز ولي أكيوت تريتمنت. البروفيلاكسيز ممكن بنعتبره حاجات شوية نستغرب إن هي دي بروفيلاكسيز، من ناحية إن هي بتبقى زي ترايسايكليك أنتي ديبريسنت وبتشيلونيوم توكسين، إن يعني البروفيلاكسيز دايما متعودين على إن البروفيلاكسيز ده بتبقى حاجات بسيطة، لكن هنا يعني فعلا بتبقى يعني أدوية قوية. على العكس الأكيوت تريتمنت أدوية العادية الأسيتامينوفين والمايوسوديوم أنتي إنفلاماتوري دراكس الإنسيد،
فدايما كنت بميزها بالحته ديت، ان الاكيوت تريتمنت ادويه اللي هي الاوتوسيل العاديه، اما البروفيلاكسيس ادويه ما بنشوفهاش كتير زي البوتولينيوم توكسين والترايسايكلينج اند ديبريسنت. كده يبقى احنا خلصنا ثالث موضوع في نيورولوجي بارت 2 بعد الاسكيميك ستروك والباركنسون والهيدك. رابع موضوع معانا هو المالتيبل سكليروزس. المالتيبل سكليروزس ده يعتبر انفلاميشن في النيورونز، في النيرف سيلز نفسها، النيرف سيستم اللي بيوصل السيجنالز لكل جسمنا بيحصل فيه مشكله. المشكله ديت عباره عن ان النيرف بيحصل له دي مايلينيشن، النيرف بيبقى مايلينيتد حمايه ليه، فمع الوقت او بيبقى اوتو اميون ديزيز بيحصل دي مايلينيشن للنيرف بالمنظر ده، فده بيسبب طبعا مشاكل والام جامده جدا للمريض اللي عنده الام اس او المالتيبل سكليروزس. فالام اس هو اوتو اميون ديس اوردر with area of CNS demyelination and axonal transaction. بيتقسم relapsing or progressive disease. relapsing يعني بيتعالج وبيرجع تاني، ولا هو progressive على طول مستمر. مين اللي عنده risk factors لل MS؟ إما تبقى family history، family history لل MS نفسه، أو لأي autoimmune disease ممكن يبقى سبب من او ريسك فاكتور للام اس، او في بيرسونال هيستوري اوف اوتو اميون ديزيز للشخص نفسه، والسيجاريت سموك اكسبوجر فور وومن برضو من اسباب الام اس وبيأثر على المايلينيشن اوف ذا نيرف سيستم. هعالجه ازاي المالتيبل سكليروزس؟ انا عندي علاج للاكيوت ريلابس، acute attack دلوقتي او يعني acute relapse دلوقتي في الم جامد جدا لازم يتعالج، وفي علاج chronic هيستمر عليه، وفي علاج للسيمبتومز لو في حد عنده حاجه من السيمبتومز ديت ساعتها نعالجه بايه. الacute relapse محتاجين احنا دوت حاجه auto immune disease، محتاجين حاجه تقلل شويه الاميونيتي ديت، فبنستعمل كورتيزون كورتيكوستيرويد. زي ايه؟ زي الانتروفينوس ميثايل بريدونوزولون او اورال بريدونوزون او انتروفينوس ادرينو كورتيكوتروفيك تروبيك هرمون، يعني بنستعمل كورتيزون. طيب الكرونيك دوت انا هعالجه بحاجه اسمها ديزيز موديفاينج ثيرابي، مجموعة من الأدوية اللي بتأثر على أو يعني بتساعد في موضوع الأوتو إميون سيستم دوت إن هو تظبطه. طبعا بيبقى ليها سايد إفكتس كتيرة شوية، بس مهم أوي العلاج ده. وبعد كده هنشوف إزاي نعالج السيمتومز نفسها لو في حد عنده سيمتومز معينة وإزاي بنعالجها. المجموعة بتاعة الديزيز موديفاينج ثيرابي اللي بنستعملها في علاج الكرونيك مالتيبل سكليروزس متجمعين في الشارت دوت، وهنبدأ ناخد واحد واحد لوحده. أول حاجة الالميتوزوماب، ده يعتبر جديد يتضاف في المنهج، فيعني ممكن نقول إن هو مهم وممكن يبقى موضع أسئلة. هو طبعا بيأثر على الاوتو اميونيتي، لان احنا بنقول ان هو حاجه داخله تضرب الاميونيتي زياده في الجسم، فممكن برضو بيبقى ليها تاثير زياده في الاميونيتي سيستم، فممكن تعمل ثايرويد ديس اوردرز، ممكن تعمل اميون ثرومبوسايتوبينيا جلوميرال نيفروباثي. اثناء الانفيوجن ممكن يحصل انافيلاكسيس او انجيو ايديما او برونكوس باست او نوزيا او ارتكاريا، عشان كده بنستعمل كورتيكوسترويد دورينج تريتمنت عشان نقلل الانفيوجن رياكشن ده.
طيب انا دلوقتي الادويه دي بتقلل المناعه، فبيبقى عرضه ان هو يحصل له انفكشن. زي ايه؟ زي الهربس زوستر، زي التوبركلوزس. فالحاجات دي مطلوب ان يحصل لها سكريننج قبل ما نبدا العلاج. وحاجه زي الهربس زوستر ليه immunization، فالمريض بياخده قبل ما يبدا العلاج بالالميتوزوماب. كمان يعمل ايه؟ ممكن يزود الريسك للثيرويد كانسر والميلانوما والليمفوما. علشان كده زي ما انتم شايفين very high side effects quantity، فبيبقى under restricted distribution program، اللي هو يعني بيبقى المريض فيه خاضع لمونيتورينج على طول واسسمنت. طب لو في مريض بياخد الميتوزوماب، هينفع اديله live virus vaccine؟ طبعا لا، لانه بيبقى عرضه اكتر ان هو يحصل له infection باللايف vaccine ده. ولازم يكون مخلص كل الفاكسين 6 weeks before initiation of the therapy. تاني حاجة الجلاتيرامير اسيتيت، دوت يعتبر سايد افكتس بتاعته يعني متواضعة شوية، ان هو بس injection site reaction. فبنعمل ايه في الحالة ديت؟ بنعمل icing للبليس اللي احنا هنعمل فيه الانجكشن before and after the injection. وممكن يعمل شوية systemic reaction, flushing, chest tightening, palpitation, anxiety, shortness of breath أثناء التريتمنت نفسه. تالت حاجة dimethyl furomate. dimethyl furomate ده بيعمل skin flushing في خلال نص ساعة تقريبا من الدوزنج، وبعد كده بيبدأ يقل. ممكن استعمل معه اسبرين عشان الاسبرين يقلل الفلاشينج دوت، او يتاخد مع الاكل برضو بيساعد شويه وبيمنع السكين فلاشينج. بيعمل شويه جي اي تي ايفنتس، بيعمل ليمفوبينيا او ليمفوسايت ديكريز في اول سنه، وبعد كده بيبقى ستابلايز. البيتا انترفيرون، البيتا انترفيرون بيستعمل وبنحط في ادد لبولي ايثيلين جلايكول علشان بس يقلل فريكوانسي اوف انجكشن. يبقى البولي ايثيلين جلايكول اللي بيتضاف للبيتا انترفيرون without indication treatment indication، لكن just for pharmacokinetic reason. هو طبعا subcutaneous injection site بتاعته، ف برضو بنعمل له icing للinjection site before and after the injection and bring the injection itself at the room temperature. يبقى الحنة بتاعتنا تعتبر دافية أو at room temperature، والplace of injection is a icing أو مقللين درجة حرارته. ايه كمان السايد افكتس بتاعت البيتا انترفيرون؟ الفلو لايك سيمتومز، ودي مشهوره قوي وبرده بتظهر في اول فتره في العلاج وبعد كده بتخلص او ما بقاش موجودين. وممكن استعمل ايبوبروفين او اسيتامينوفين كتقليل للفلو سيمتومز ديت. بيطلع البيتا انترفيرون بيعمل حاجه اسمها نيوترلايزنج انتي بوديز. النيوترلايزنج انتي بوديز دي بتبدا تهاجم الدواء نفسه، فطبعا تبدأ تقلل الإفكت بتاعه والعلاج بتاعه، لكن بعد فترة من استمرارية العلاج تبدأ تختفي تاني وبيرجع التأثير بتاعها بيرجع زي الأول. كمان معانا الفينجوليمود. الفينجوليمود دوت ليه شوية سايد إفكتس كتيرة شوية زي البراديكارديا، عشان كده بنخلي بالنا لو كان المريض دوت عنده أي مشكلة كارديو، بالذات لو كان بياخد أدوية للأتريال فايبريليشن أو الأريزميا أو بيتا بلوكر أو الكالسيوم شانل بلوكر، لأنه كده بيبقى عرضة إنه ممكن يحصل له أريست. بيعمل برضو ديكريز في الليمفوسايتس. يبقى تاني حاجة هو ديكريز في الليمفوسايت الدايميثايل فيوماريت والفينجوليمود. طبعا برضو نتيجة تأثير الليمفوسايتس
أو تقليل كميتها في الجسم بيبقى عرضة إن يحصل له infection بالذات varicella zoster. عشان كده برضو بنعمل له التست هل هو واخد الفاكسين قبل كده أو عنده history من الفارسيلا زوستر قبل كده ولا لأ، ولو ما عندهوش أو ما خدوش قبل كده أو ما خدش الفاكسين بتاعه بنديه، وبعد كده نستنى شهر عشان ياخد الفينجليموت. الفينجليموت برضو بيعمل ماكلر إديما، بيزود الليفر انزيمز، بيعمل هايبرتنشن. الكيتوكونازول بيزود الفينجوليمود، طبعا نفس مشكلة اللايف فاكسينز ما يقدرش ناخدها وهو بيعمل أثناء التريتمنت. avoid pregnancy during the treatment and the 2 months after treatment، يبقى الفينجوليمود ما ينفعش مع البريجنانسي. الميتوكزانترون الميتوكزانترون ده برضو ليه كارديو توكسيستي، يبقى الحاجات اللي هي علاقة بالكارديو الفينجوليمود بيعمل براجي كارديا، الميتوكزانترون لكارديو توكسيستي، وده ملوش علاقة بالدوز ولا بالإيج. بيعمل كمان acute leukemia، عشان كده هنا بنستعمل التست لازم يحصل له screening كويس، CBC بالروبن، liver function test، pregnancy test. برضو ما ينفعش هنا في pregnancy at all، وبيستعمل الحاجات اللي ما ينفعش فيها pregnancy بيستعمل معاها طبعا double contraceptive methods. والميتوكزانترون reserved for patients with rapidly advancing disease whose other therapies have failed، يعني يعتبر ده آخر خطوات العلاج وبرضو ما ينفعش استعمل معاه live vaccines. النتاليزوماب بيعمل hypersensitivity reaction، وأشهر حاجة بنخلي منها النتاليزوماب حاجة اسمها progressive multifocal leukoencephalopathy. ايه هو دوت؟ في انتيبادي لفيروس اسمه جون كونينجهام فيروس انتيبادي دوت، او الفيروس دوت لو كان لي انتيبادي في الجسم بيعمل الحالة دي المالتيفوكال ليكوانسيفالوباثي، ده ممكن تؤدي للديث or permanent disability، فهو حاجة يعني مزعجة وخطيرة فبتخلي مالنا منها. طيب هل كل الناس اللي هتاخد النتاليزوماب هيجي لهم المرض دوت؟ لا، احنا يعني بيبدا الريسك فاكتورز بيزيد لو واحد عنده التلات حاجات دول مع بعض. ايه هما التلات حاجات دول؟ ان هو عنده الانتي بوديز بتاعت اللي هو جون كونينجهام فيروس الجي سي في فيروس دوت ليه انتي بودي في جسمه، وهيستعمل النتاليزوماب very long duration ممكن توصل لسنتين أو أكتر. وقبل كده كان pre-treatment with an immunosuppressant medication بأي immunosuppressant زي الميتوكزانترون، أزاثيوبرين، ميزوتريكسات، سايكلوفوسفاميد، ده هيزود التشانس إنه يحصل له البروجريسيف مالتي فوكال ليكوانسيفالوباثي. برضو النتاليزوماب بيعمل ستيميليشن الانتي بوديز ضده فبيحصل ريلابس منه بعد فترة. التريفلونامايد، التريفلونامايد التي هاف بتاعته اشهر حاجة في التي هاف بتاعته طويلة جدا، من التي هاف بتاعته ممكن توصل تقريبا 8 الهاف لايف، هو لونج الهاف لايف يعني ممكن عبالة ما يوصل التأثير بتاعه ممكن ياخد من 8-19 يوم. طيب هياخد الستيت بتاعته 3 شهور يكون وصل للستيت بتاعته، وتأثيره بعد اما بنوقف العلاج
ممكن يوصل ل 8 شهور وخلاص العلاج واقف وما زال تأثيره أو موجود في البلاد ليه بلاد كونسنتريشن يكون عالي. علشان كده في أهم حاجة فيه إن هو تراتوجينيك وبنمنع الحمل تماما أثناء التريتمنت بيه. ولو خلاص واحدة قررت إن هي عايزة تحمل وهتوقف العلاج بتاعه بتاع التريفلونمايد، هتستنى لحد ممكن 8 شهور أو أكتر لحد ما يوصل الكونسنتريشن بتاع الدواء في البلد لأقل من 0.02 مايكروجرام في الملي. وبناخد عينتين الفرق بينهم 14 يوم عشان نتأكد فعلا إن التركيز بتاعه في الدم خلاص قل جدا لأقل من الجرعة ديت أو أقل من التركيز دوت، عشان تبدأ إن هي تفكر في الحمل لأن هو كاتيجوري إكس. طب هل لازم تستمر كل الفترة ديت عشان تستنى لحد لما الدراج نفسه يخرج من الدم لوحده؟ في حاجة اسمها Accelerated Elimination Procedures، ممكن تاخد كوليسترامين أو Activated Charcoal Powder، دول بيعملوا Acceleration للإليمينيشن للتيريفلونيمايد من الجسم. إيه السايد إفكتس بتاعته؟ هيباتوتوكسيستي. طبعا عشان كده ما ينفعش حد عنده اصلا ليفر فانكشن ديسفانكشن واديله تليفونومايد. ديرماتولوجيك افكت، الوبيشيا وراش، انفكشن برضه نتيجه للنيتروبينيا والليمفوبينيا، فبيحصل ممكن يحصل تيوبركلوزز، بالذات ان التيوبركلوزز عند ناس كتير بيبقى كامن في الجسم، فممكن مع قله المناعه اللي بتحصل ديت انه يحصل له الانفكشن بالتي بي. عشان كده لازم بيعمل تي بي تيست قبل ما يبدا العلاج ويطلع نيجاتيف. وبرده نفس الكلام مع كل الادويه الاميونو سبريسنت ديت اللي هي الديزيز موديفايبل دراجز، ان احنا ما ينفعش نستعمل معاها لايف فيروس فاكسينيشن. تالت حاجة هنتكلم عليها في المالتيبل سكلروزيس هي السيمبتومز ثيرابي او الثيرابي اللي بيعالج سيمبتومز معينة بتظهر لمرضى المالتيبل سكلروزيس. زي ايه؟ زي الفتيج طبعا لنا فارماكولوجيك مانجمنت، انه له استريح وكولينج استراتيجي واكسرسايز وستريس مانجمنت كل ده، وليه فارماكولوجيك مانجمنت بياخد امانتادين او ميثايل فينيديت. والامانتادين اتكلمنا عليه قبل كده برضو في الباركنسون، فده تاني حاجة ممكن نستعمل. السباستيسيتي، مريض المالتيبل سكلروزيس بيحس بشوية سباستيسيتي، فممكن ياخد علاج ليه باكلوفين، ده الفيرست لاين ليه، او التيزاندين برضو فيرست لاين، سكند لاين الدانترولين والديازيبين، والثيرد لاين انتراثيكال باكلوفين. وممكن لو في فوكال سباستيسيتي بياخد بوتيولينيوم توكسين. تالت حاجة من السيمتومز اللي ممكن نعمل لها مانجمنت هي الووكينج امبيرمنت، ده بياخد ايه؟ بياخد دالفامبريدين. ده عبارة عن بوتاسيوم شانل بلوكر، فبيزود الاكشن بوتنشن في الديمايلينيتد نيورونز، فبيحسن الووكينج شوية. طيب كونترا اندكيشن ليه ايه؟ دالفامبريدين الكونترا اندكيشن بتاعته لو واحد عنده هيستوري من السيجر او عنده مشكله رينال، لان هو بيزود اليونت ريكت انفكشن وبيزود السيجر، فبنتجنبهم لو حد عنده هيستوري من الحاجات دي. السودو بوبولار افكت، السودو بوبولار هو ايه؟ هو عباره عن episodes of inappropriate laughing or crying،
الواحد كده يقيس فجأة يضحك من غير سبب، وضحك هستيري قوي جدا، أو يعيط جامد جدا من غير أي سبب. بياخد علاج الديكستروميثورفان. الديكستروميثورفان هيعمل بريفنشن للإكزيتاتوري نيورو ترانسميتر. طيب أنا ضفت للديكستروميثورفان كينيدين، ليه بيتضاف للديكستروميثورفان كينيدين؟ الكينيدين بيقفل الفيرست باس ميتابوليزم للديكستروميثورفان. يبقى الكينيدين في حد ذاته مش علاج قد ما هو بيقفل الفيرست باس افكت او ميتابوليزم للديكستروميثورفان، فبالتالي هيزود الديكستروميثورفان سيرم كونسنتريشن. وبكده يبقى احنا خلصنا التوبيك الرابع عندنا النهارده في النيورولوجي بارت 2. اتكلمنا عن الماسكولار سكليروزس، اتكلمنا عن الباركنسون، اتكلمنا عن الهيديك، اتكلمنا عن الاسكيميك ستروك. النيوروباثيك بين يعني ايه؟ نيوروباثيك بين يعني مرض او بين نتيجه لحاجه في الاعصاب، في مرض في الاعصاب. طيب ايه اللي يخلينا نقول ان المريض ده عنده neuropathic pain؟ بيبقى عنده altered sensation، الاحساس بتاعه متأخر شوية، او عنده pain، او عنده weakness، او autonomic symptoms ظهر عليه. ممكن تبقى unilateral، ممكن تبقى bilateral، ممكن تبقى symmetrical، ممكن تبقى asymmetrical. بنعمله diagnosis ازاي؟ بالطبع بالميديكال history والنيورولوجيك اكزامينيشن، وبحاجه اسمها الكترومايلوجرام والنيرف كوندكشن ستادي، وبرده بتعمل له لابوراتوري تيست سي بي سي وتوكسيكولوجي سكرين وفيتامين بي 12 كونسنتريشن واميون بانل. ايه هي بعض شويه يعني اسباب للنيوروباثيك بين؟ طبعا اشهر حاجه دايابيتس ميليتس، ان احنا عارفين ان مرضى الديابيتك بيبقى عندهم نيوروباثي، فاسكولايتيس، او بعض الادويه اللي بتاثر على النيورولوجي او النيورو سيستم زي النيتروفيرونتوين اللي بيستعمل في النيتروتراكت انفكشن، او الفينكراستين والسيسبلاستين والريفرس ترانسكريبتيز انهيبيتورز كانتي فايرال. ايه كمان الادويه او ايه كمان الاسباب او الامراض اللي بتسبب نيوروباثيك بين؟ مثلا البورفوريا. البورفوريا دوت حاجه في الجسم، ممكن برضو يبقى اوتو ايمين ديزيز، ان هو بيزود البورفرين في الجسم. البورفرين ده هو بروتين بيستعمل في تكوين الهيموجلوبين، فبيزود الليفل بتاعه، فبيعمل نيرفس سيستم بروبلم وسكين سيستم symptoms. الجوليا بيري برضو ده عبارة عن برضو immune system، بيعمل attack للneurons، فبيأثر على الويك، بيعمل weak tingling of extremities، بيأثر على الأعضاء ال extremities بتاعت الإنسان، وبيعمل فيها weakening. الدفتيريا، الacute idiopathic sensory idiopathic يعني مش يعني unknown لي unknown reason، أو البارا نيوبلاستيك نيوروباثي. هعالجها ازاي النيوروباثيك بين؟ أنا هحدد الأول ايه السبب، ايه السبب في النيوروباثيك بين دوت. هل هو نتيجة لإميون سيستم ديسوردر؟ ففي الحالة ديت أنا ببقى عايزة حاجة تقلل الاميونيتي شوية، زي ايه؟ زي الكورتيزون او البريدنيزون، زي الاميونوجلوبولين، زي البلازما فريزيس. البلازما فريزيس ده تكنيك ان انا بفصل الاميونوجلوبولينز الغريبة في الجسم او الانتي بوديز الغريبة في الجسم، بفصلها من البلود بتاعت البيشنت دوت، او بدي اميونوسبريسنت زي السايكلوسبورين والالثيوبرين والتاكرولمس والسيرولمس.
طيب لو كان مش لو كان السبب مش نتيجة الاميونيتي، الفيرست لاين هيبقى الجابابنتين، الجابابنتين والترايسايكليك انتي ديبريسنت. السكند لاين هيبقى بدل الجابابنتين هيبقى البريجابالين اخوه يعتبر. طبعا الجابابنتين ممكن يبقى فيرست لاين عشان هو ارخص واوفر، البريجابالين في السكند لاين ليه. طيب الترايسايكليك انتي ديبريسنت في الفيرست لاين، ففي السكند لاين هيبقى الدوكسيتين والترامادول والكاربامازيبين. مهم قوي ان احنا نعرف ايه هو الفيرست لاين والسكند لاين. طيب الثيرد لاين زي ما موجودين في الكتاب، لاموتريجين، الاوكسوكاربامازيبين، التوبيراميت والفالبرويت والفينيلافاكسين، وطبعا في فورث لاين غير الاوفر ذا كاونتر اللي هي الحاجات التوبيكال اللي ممكن تستعمل في النيوروباثيك بين. اشهر حاجه طبعا الكابسايسين والمنتول والكامفر والساليسالات، ودول موجودين في معظم الصيدليات باسماء تجاريه كتير جدا، او الديكلوفينات طبعا جيل، الدوكسيبنيدوكاين، أمتريبتايلين توبيكال برضو ممكن يستعمل، كاربامازيبين ليدوكاين توبيكال، كيتامين أمتريبتايلين توبيكال، جابابنتين توبيكال. فالحاجات التوبيكال دايت يعتبر اللي هي over the counter أو compounded prescription products برضو بتبقى helpful في النيوروباثيك بين. كده يعتبر شابتر النيورولوجي خلص. بارت 1 اللي هو الانتي ايبليبتيك دراجز، وبارت 2 بيتكلم على الخمس مواضيع الباقيه في الشابتر. اتمنى تكونوا استفدتوا، واي ان شاء الله اي سؤال تحت امركم. شكرا لحضراتكم.